احفظ معايا اهم اقامتين موجودين او اهم فيزا للاقامتين في استراليا هم 189 و190. هم هنا بيعملوا الفيز بالارقام 189 و190. ايه ال 189 دي؟ اللي هي اندبندنت سكيلد مايجرانت، معناها انك انت بتقدم من غير اي سبونسر شيب من اي حد. ال 190 هي بتعمل سبونسر شيب، ومن احد السبونسر شيب اللي بتعملها اللي هي سبونسر شيب من الولايات. احنا عندنا هنا في استراليا 7 ولايات، خليني اقولهم لك بسرعه. اول حاجه نيو ساوث ويلز اللي فيها سيدني، فيكتوريا اللي فيها ملبورن، كوينزلاند اللي فيها بريسبان وجولد كوست وتاونزفيل، نورثن تيريتوري اللي فيها داروين، ويست استراليا اللي انا فيها حاليا اللي هي فيها بيرث، واخيرا ساوث استراليا اللي فيها ادلد، واخيرا وليس اخرا تسمانيا اللي هي عباره عن جزيره في جنوب استراليا اللي هي فيها هوبرت، اللي هي اعتقد ان عاصمتها هوبرت، مش عارف ليه عاصمه ولا لا، بس هي فيها مدينه هوبرت. تمام، دول معناها لما بتقدم على ال 190 فانت بتعمل حاجه او بتريكويست نومينيشن من احد الولايات دول. لو النومينيشن هاز بين اكسبتد فانت بيدوك 5 نقط. عشان تهاجر هنا محتاج على الاقل يكون معاك 65 نقطه عشان تتحط في البول، وكل راوند بياخده طبعا بارقام معينه وبكراتيريا معينه، ممكن تجيبها وممكن ما تجيبهاش. المهم عشان تقدر انك انت تريكويست او تعمل اكسبريشن اوف انترست وتقدم محتاج 65 نقطه. 5 نقط ممكن تجيبهم لو انت قدمت على الفيزا اللي هي 190 اللي هي فيها ستيت نومينيشن او ستيت سبونسرشيب. فالستيت بتديك 5 نقط، كل ستيت وليها الكريتيريا الخاصة بيها، مختلفة من ولاية لولاية ومختلفة على حسب احتياجهم للمهن اللي انت اللي هم عاوزينها او المهنة اللي انت بتقدم عليها. فاحسن حاجة تعملها عشان تعرف كل المعلومات بالتفصيل، طبعا انا مش فاكر الكريتيريا بتاعت كل ولاية، انك تعمل حاجة بسيطة، ادخل على الاوفيشال ويب سايت بتاع استراليا اللي هو الاميجريشن بتاع استراليا اللي هو كان هو قبل كده immi.gov.au، اعتقد ان هم خلوها borderforce.com او .au حاجه زي كده اهو، هحطه في اللينك، انا مش فاكره، هحطه في اللينك. جواه هتلاقي تكتب 190 هيقول لك الكريتيريا بتاعت ال 190 اللي هي اللي قلت لك عليها بتاعت اللي فيها نومينيشن او اللي فيها سبونسرشيب. تدخل هيوجهك جوه لكل بورتال بتاع كل ولايه. لو دخلت على البورتال بتاع ويست استراليا هيقول لك عشان نقدر نعمل لك نومينيشن تريكويست انت نومينيشن يو هاف تو هاف ذيس كرايتيريا 1 2 3 4 وهكذا. تمام، لو انت محقق الشروط دي بتقدم، وهم برضو بيأسسوا على حسب الكرايتيريا وعلى حسب الكود وعلى حسب كتير جدا، ممكن يو كان بي سيلكتد. ولو انت بي سيلكتد فانت معناها قادر تاخد ال5 نقط دول فيعلوك فيها. دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعرفها. في ناس بتبقى واقفه فعلا معاها على ال5 نقط وهم قادرين يعملوا سبونسرشيب ومش عارفين ان هم ممكن يعملوا سبونسرشيب من احد الولايات الاستراليه. فعشان كده وادخل تابع، لان على طول بيحدث تحديث او بيحصل تحديث للمطلوب. ساعات بتقل ساعات بتطلع بتصعب على حسب كل ولايه وعلى حسب احتياجاتها كل سنه وعلى حسب الدنيا ماشيه ازاي. بس فانت ادخل وشوف، اقرا، اهم حاجه انك تقرا كل حاجه موجوده على البورتالز ميزه استراليا ونيوزيلندا. طبعا ما ينفعش انكر نيوزيلندا في الموضوع، ميزه استراليا ان هم هنا يكتبوا لك كل حاجه على الاوفيشال ويب سايت، اي ابديت اي تحديث بتلاقيه اب تو ديت موجود. فبتعرف ادخل على الاميجريشن ويب سايت اقرا الكلام وشوف كل ولايه عاوزه ايه، ممكن تقدر تاخد ال5 نقط. في ولايات تعتبر للناس اللي بره استراليا صعبه، لان هو بيقول لك لازم تكون قاعد عندي سنه مثلا، او لازم تكون درست هنا، او لازم تكون بتشتغل هنا لمده سنه، فاللي هو دازنت ميك سنس، انا اصلا بره البلد. تمام، في ناس اللي هتسالني مين احسن ولايه. انا رحت فيكتوريا، يعني رحت ملبورن، رحت سيدني، ورحت بسرعه جدا يعني فيري فاست واي بريسبان، ودلوقتي في بيرث. طبعا انا عملت في فيديوهات عملتها هتطلع على بيرث وقد ايه انا بالنسبه لي هي حلوه والدنيا مميزاتها وعيوبها، هتسمعوها قريب ان شاء الله بالتفصيل. انا بكلمكم من قريب من الداون تاون بتاع بيرث ويست استراليا. اللي ما يعرفش في ويست استراليا هي ولايه في جنوب، هي ولايه، لا هي ولايه مش جنوب، هي ولايه غرب استراليا، هي غرب استراليا عشان اسمها ويست استراليا، بس هي بيرث تعتبر جنوب غرب استراليا. anyway تنساش زي ما قلت لك اهم فيستين 189 و190، روح اقرا عليهم
ممكن فعلا تكون قادر انك تقدم وما تعرفش ان الاقامه بتتقدم في استراليا عن طريق الكلام ده. عندك الويب سايت في كل حاجه، لو احتجت تدور على لوير بس يكون مسجل ريجستر مع الحكومه الاستراليه. ما تروحش لاي واحد يقول لك انا هقدر اخليك تهاجر، ما تصدقش الكلام ده، انت لازم تروح مع واحد مسجل لو فكرت تروح. لو ما فكرتش عندك كل حاجه في الويب سايت، تقدر بنفسك لو انت الكيس بتاعتك ستريت فورورد وسهله، تقدر بنفسك انك انت تدخل وتقرا وتقدم بنفسك. انا عملت كده في نيوزيلندا، انا قدمت بنفسي، كل خطواتي كانت بنفسي لغايه ما الحمد لله رب العالمين رحت نيوزيلندا وقعدت فيها وخدت جنسيتها، وبعدين طبعا بعد كده بقى قصه اللي انا رحت سنغافوره بعد كده، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام، الجو زي ما انتم شايفين حلو جدا، الشمس ضاربه في عيني، ودي اجمل حاجه، الميزه ان مفيش رطوبه، الجو حلو. بس اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله من مصلي من استراليا ان شاء الله يعني، او من اي حته تانية بقى مش عارف. مصلي هرجع راجع سنغافوره كمان 5 6 ايام ان شاء الله. ف تعالوا استمتعوا معايا بالجو الحلو ده، احنا داخلين على الوينتر على الشتاء، بس انا مش حاسس بالشتاء، انا لابس مش عارف باين ولا لا، بس انا لابس نص كم وبتمشى عادي، والجو حلو، والطيور صوتها ورايا حلوه، والمناظر ورايا حلوه، وفي عربيات ورايا. انا وقفت في مكاني وانا بعمل الفيديو، ممكن دلوقتي كده في اخر 30 ثانيه اتمشى واوريكم ان انا اعتبر لوحدي. انا من اول اما جيت الجنينه دي او البارك ده لوحدي، دلوقتي ابتدى يظهر 3 4 حواليا كده، في 2 ورايا اهو، في 2 هناك وبتاع، بس قليل جدا. اهلا وسهلا بيكم في ممكن اقول لك من اجمل اماكن العالم استراليا. السلام عليكم.